الكور ناسيونال اللي هو يوضح لنا هذا الشهر عندنا 197 قصدها الوزارة من حيث التبليغ ومن حيث التكفل النفسي جيدا. وإذا لا لازم نعتني كلنا يكون شوية اعتدال لأن بالفرص يعني قطاع التضامن الوطني وهي تنشط عدد يعني مختلف الفئات التي يعنى بها قطاع التضامن الوطني. الاستشارات الطبية للنساء والفحص النسوي لهذه الفئة خاصة وأنها إذا ما أصبحت فيها موضوع لقاءنا اليوم تحت شعار كبار السن حماية مرافقة وإدماج. تتضافر الجهود القطاعية لبلوغ مسعى فحوى شعارنا بما يتناسب والمتطلبات الآنية لهذه الفئة ويتلائم والتزاماتنا الدولية، مؤكدين على ديمومة الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية من خلال مختلف الآليات الكفيلة بضمان حماية ورعاية ملائمة في كنف أسري يسهر قطاع التضامن الوطني على كفالته من خلال آلية الوساطة الاجتماعية والعائلية حفاظاً على النسيج المجتمعي الأصيل. نحمد الله سبحانه وتعالى عليه ويزيدنا سروراً أن يكون هذا التعاون وهذا التكامل بين جهود الدولة بالمؤسسات المختصة مع جهود الخيرين، هذه المؤسسات والجمعيات الخيرية التي تنشط في عموم التراب الوطني وتقوم بجهد مشكور مأجور يكمل جهد الدولة ويسند عمل الدولة